السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم جميعا في قناتي لصاد تي في في فيديو جديد، تردد جديد. هو الآن على النلصات، تردد هو ظهرت به قناتين، قناة فجر ديجا كنا درنا عليها فيديو سابق، وقناة نجمة الجزائرية. نضغط مباشرة باش ما طولوش خوتي، 10922 راح تسمع تردد القناة الجزائرية، نديروا عليه اوكي، دائما نديروا عليه اوكي هكا ونهودوا هاولا. التردد هو 11030 فيرتيكال 5000 يعني سميل. معامل التصحيح هو 3 4 على 3 او 3 على 4، دائما تلقائي كما العادة خوتي. تهود هنايا، تهود هنا ساتيليت، توجور دير ترونسبوندر، دائما تبحث في التردد. واللي يبغى يبحث في الساتيليت على جميع القنوات دير ساتيليت، تقريبا طلع القنوات الجديدة، لكن حنا نمدو غي في تردد واحد، نديرو اوكي عليه. هنا توجور نو، هنا وي، دوك تظهر التردد كما العادة خوتي. قناة نجمة الجزائرية قناة عامة، فيها أكشن وفيها حصص وبرامج جديدة تضاف إلى القنوات الجزائرية وإلى قمر النيلسات. هاولا تردد دائما، قلت تردد قناة نجمة الجزائرية، هاي نجمة تي في، قناة جزائرية بامتياز، قناة عامة فيها برامج وفيها الجديد. إخواني لا تنسوا الضغط بزر لايك على الفيديوهات، ودعمكم يحفزنا للمزيد من العمل وتقديم كل ما هو جديد حول مجال صات. أي حاجة، أي معلومة عندنا في التردد، في التقنية، ولا في رجاء فيديوهات أخرى إن شاء الله، خاصة في استقبال الأقمار. اللي مارش مشترك معنا اخوتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس واللايك، لايك توجور اخوتي، المزيد من الدعم، وهكذا لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.